بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللاب نمبر 2. هنا الباور سبلاي، نفس الشيء اللي قلناه في لاب 1 حنكرره. هنا الاي سي سبلاي، حناخذ اللايف والنيوترال حنوصله على لاين 1 في الوات ميتر، وناخذ النيوترال نوصله في النيوترال الوات ميتر. من الوات ميتر نروح على البرايمري، من النيوترال إلى التيرمينال اوف البرايمري. Then our test here، الاختبار اللي راح نسويه على الترانسفورمر هو شورت سيركت تيست، فنحتاج ان نقيس التيار. كما هو واضح في الجدول هنا، حيكون عندنا I2 في الترانسفورمر في حالة الشورت سيركت، هذه الايكوفلنت سيركت للترانسفورمر. حنعمل شورت سيركت على السكندري سايد. لما نعمل شورت سيركت الكور اوف ذا ترانسفورمر ما راح يكون لها وجود، بالتالي حتكون الرسمة كما هو واضح المعنى، حيكون عبارة عن هذه الايكوفلنت سيركت للشورت سيركت تيست. حيكون التيار I1 يمشي في الدائرة، عندنا R total 1 و X total 1، نضع فولتج نسميها V short circuit. الغرض من الشورت سيركت تيست هو إيجاد قيمة المقاومة الموجودة في الكبر of the coils وقيمة الاندكتنس. كما نعلم في الترانسفورمر يوجد لدينا البرايمري والسكندري، بما أنه مصنوع من نحاس وعبارة عن ملف، بالتالي له ريزيستنس وله اندكتنس. في الإكوفلنت سيركت مثلناها توتال ريزيستنس توتال اندكتنس للتو كويلز. فآلية إيجاد القيم هذه الـ R total 1 والـ X total 1 كالآتي. الـ R total 1 والـ X total 1 ممكن أن نمثلها بـ Z total 1، وهي توتال امبيدنس للكويلز. فعلاقة التيار بالفولتج بالامبيدنس ممكن نمثلها بأومز لو، V equal to IZ في الحالة دي في الـ AC. فالـ Z total 1 حتساوي الـ V short circuit مقسومة على التيار I1. من الـ Z total 1 نستطيع أن نوجد الـ X total 1، لكن قبل كذا عندنا الـ R total، الـ power أو الـ copper loss في الـ coils of transformer هي I1 square في الـ R total 1. بالتالي الـ R total 1 حتساوي الـ copper loss اللي هي الباور اللي يضيع في الـ copper على شكل حرارة مقسومة على مربع التيار. كذا وجدنا الـ R total 1. الـ X total 1 ممكن نوجدها بالقانون الآتي، هي Z total 1 تربيع ناقص الـ R total 1 تربيع، لأن Z total 1 هي عبارة عن الـ R total 1 square plus X T1 square. فالـ X T1 square نستطيع أن نوجدها بمعلومية الـ Z والـ R في الحالة دي. فالتست اللي راح نعمله إن هذا عندنا الترانسفورمر primary وهنا secondary side، فراح نحسب التيار اللي مار في السكندري حتى نوصل، نزود الفولتج حتى نوصل للريتد كارنت اللي هي للترانسفورمر عندنا هنا، هي 1.36 امبير، اقصى قيمة تيار ممكن يتحملها السكندري سايد في الترانسفورمر. بعد كذا نحسب كم وصلت قيمة الفولتج شورت سيركت، ونحسب قيمة الاي 1 من الوات ميتر، ونبدأ نعمل حساباتنا accordingly. فننتقل الى التجربة. عشان نحسب التيار في السكندري سايد، الفولت ميتر نضع واحدة على الـ 10 أمبير لاين والكومن من one terminal of the secondary. حنعمل شورت سيركت من خلال الفولت ميتر حتى نحسب، حتى نقدر نحدد الـ rated current في السكندري سايد. فنضع على 10 أمبير ونحوله من دي سي إلى AC. switch on the power
اوكي انا وصلت الفولت ميتر هنا اي سي فولت ميتر حتى نقرأ الفولتج من السبلاي تمثل في 1 او في شورت سيركت. اوكي this is now we will find the R total 1 and X total 1 of the transformer coils. We need to find the V short circuit, the power consumed, and calculate these variables. We have a rated current for this transformer 1.73. So we just adjusted through the power supply so that the current in the secondary winding here is 1.73. So the power here in this device, power is equal to, I will take it 8 watts, and the voltage short circuit here is equal to 8.56 volt. The primary current is 0.9 ampere. Now if I want to find the resistance, R total 1 is equal to the power loss, which is 8 watts divided by 0.9 ampere squared from this rows. R total 1 is the power divided by I1 squared. So the resistance in this case will be 9.87 ohms. Now to find Z total 1, which is the total impedance offered by the coils, so will be V short circuit divided by I1. So it's 8.56 divided by 0.9. It will give me 9.51 ohms. Now the reactance X total 1 will be root of 9.5651 squared minus 9.87 squared. Okay.